الشيكل يرتفع إلى أعلى مستوى له أمام الدولار خلال 3 أشهر. تفاصيل حاضرة أكثر مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش. مساء الخير أيهم، حياك الله. مساء الخير لك لرشا ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا بك أيهم، كيف من الممكن التعليق على الأسباب التي طبعا أعادت للشيكل؟ هل نستطيع أن نقول أنه هي قوة للشيكل أم يعني قوة للدولار؟ هذه القوة تسجل لأي منهما؟ شكرا للسؤال رشا. يعني حتى نصل إلى النقطة الحالية يجب فقط تسليط الضوء على ما قبل الحرب أو العدوانية الحالية. قبل هذه الحرب كانت فيه هناك معطيات تؤشر إلى قوة الدولار أمام الشيكل وضعف الشيكل أمام الدولار، من بينها مثلا كما يعني سردنا سابقا موضوع الخلافات القضائية في إسرائيل، كان يلقي بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي وضعف العملة الإسرائيلية بسبب نزوح كثير من الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل، وكان هناك شك حول يعني قدرة الاقتصاد الإسرائيلي في ظل وجود اقتصاد بين قوسين غير عادل بسبب هذه الإصلاحات. ثم تزامن مع ذلك هو قوة الدولار بسبب يعني رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تخوض أو يعني تقر سياسات لكبح جماح التضخم، وبالتالي كان تزامن لهذين العاملين. عندما دخلت الحرب العدوانية الحالية أضيف عامل سلبي آخر لأضعف من قوة الشيكل، لذلك رأينا بأن الشيكل وصل الهبوط أمام الدولار وصل إلى 4.1 أو 0.2 إلى حدود معينة. ما الذي حصل بعد ذلك؟ حقيقة يعني هناك عوامل تتعلق بالدولار أكثر من هذا الشكل. السبب الرئيسي أنه الأسواق في الولايات المتحدة أو المعطيات الاقتصادية بدأت تؤشر إلى أنه يعني الأرقام الخاصة بالتضخم تسير على ميورام أكثر من التوقعات، وهذا يعطي دلالة أو مؤشرات لأن الولايات المتحدة سوف تسير خطوات عكسية، بمعنى كانت ترفع أسعار الفائدة وأعطى الأسواق راحة بأنه الولايات المتحدة أو الفدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، وبالتالي هذا أدى إلى هبوط الدولار تدريجيا أمام سلة من العملات، ليس فقط أمام الشيكل، أمام سلة من العملات العالمية. هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تراجع يعني سعر صرف الدولار أمام الشيكل. ولكن هناك سبب آخر يعني أو سببين آخران. السبب الأول حينما كانت يعني الحرب في أوجهها، لا أقول في أوجهها في يعني في ظل معارك ومجازر ترتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن حينما كانت يعني في البدايات الأسابيع الأولى كانت هناك يعني مخاطر أو الأسواق كانت تتخوف من يعني اندلاع نزاع إقليمي أو يتوسع الصراع الدائر الحالي إلى نزاع إقليمي، ولكن بعض المؤشرات السياسية الآتية من المحيط والدول الإقليمية خفضت من هذا الاحتمال، وبالتالي ارتاحت الأسواق وتلقت هذه الأخبار السياسية على نحو إيجابي. السبب الثالث هو تدخل البنك المركزي الإسرائيلي بضخ يعني مليارات من الدولارات من أجل تقوية الشيكل، ولكن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تراجع سعر الصرف الدولار أمام الشيكل، ولكن العنصر الأهم ويبقى يتعلق بالدولار أكثر من الشيكل، بمعنى هو قوة في هو انخفاض في قوة الدولار وليس يعني قوة في الشيكل أمام الدولار. طب أيهم، يعني ربما سابقا تسألنا عن تدخلات المركز الإسرائيلي عمليا في ذلك الوقت، طبعا ليس من فترة بعيدة، ولكن في بدايات هذا العدوان، يعني تحدثت قلت بأن كل التدخلات التي يحدثها البنك المركزي الإسرائيلي ستكون محدودة، وبالتالي يعني وهو عمليا ضخ الكثير من الأموال في سبيل تعزيز وفي سبيل تعديل عمليا ودعم الشيكل. والسؤال الآن، كم يعني لا زال الخطر قائما أيهم؟ هل بالإمكان أن نتحدث عن مخاطر لا زالت قائمة، وما حجمها، ما مداها أيضا؟
يعني رشا دائما البنوك المركزية في العالم تبحث عن التوازن في سعر صرف العملات، لأنه حينما يكون سعر العملة منخفض هذا بكل تأكيد يؤثر على قيمة العملة المحلية وقوة الاقتصاد وقوة يعني القدرة الشرائية لدى مواطني هذه الدولة تحديدا في الأسواق. وبالتالي حينما يعني ينخفض الشيكل إلى مستويات كبيرة هذا يضر عادة بأصحاب الدخول في دولة الاحتلال، وحينما يكون العكس حينما ترتفع العملة يتدخل البنك المركزي بتدخلات عكسية حتى يحافظ على توازن معين حتى لا يضر بالمنتجين الإسرائيليين، لأنه كما نعلم الاقتصاد الإسرائيلي قائم على الإنتاج، وبالتالي هو لا يريد العملة يعني أن تكون قوية عند حدود معينة لأنه هذا يضر بالاقتصاد، وبالتالي التوازن يظل سيد الموقف. أنا يعني تقديراتي حسب ما أرى يعني كان هناك توجه يعني في بداية الحرب كانت يعني هناك اعتقاد أو ميول لأن البنك المركزي الإسرائيلي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة حتى يعني يوفر قدرة لدى الإسرائيليين للاقتراض بهدف توفير سيولة أثناء الحرب، ولكن البنك خالف البنك المركزي الإسرائيلي هذه التوقعات وأبقى أسعار الفائدة على ما هي عليه اعتقادا بأنه السوق سيقوم بتصحيح نفسه في هذا المجال. أنا حسب المعطيات الحالية أعتقد أن سعر الصرف الحالي يعني متوازن بالنسبة لصاحب القرارات في دولة الاحتلال، هو يحافظ على نوع معين من التوازن ما بين مصالح كافة اللاعبين في الدورة الاقتصادية سواء المنتجين سواء دخول مواطني دولة الاحتلال. أعتقد حتى هذه اللحظة يعني طالما أن العملة الإسرائيلية تعود إلى مستوياتها ما قبل الحرب أو أكثر بذلك بقليل، أعتقد أنه يعني البنك من المبكر الحديث عن تدخلات يعني في هذا الشأن. أعتقد أنه السوق يعني حاليا يعني يوفر أسعار صرف توائم دولة الاحتلال ومصالحها في كافة الجوانب. طب أيهم، عندي استفسار أخير من فضلك متعلق بالتوجه الإسرائيلي لتعديل الميزانية الإسرائيلية بهدف دعم تكلفة العدوان على قطاع غزة. ربما هو يعني سؤال غير مرتبط تماما بوضع الشيكل وبما آلت إليه أمور الشيكل أمام الدولار، ولكن هل من الممكن توضيح ذلك؟ هل سيكون له أثر بداية؟ وفي حال وجود أثر لذلك كيف من الممكن توضيحه؟ يعني بكل تأكيد حينما أعلنت دولة الاحتلال عن حالة الحرب أنت تعطلي كل القوانين القائمة بما في ذلك ما أقرت الحكومة من قرارات بخصوص الموازنة، وتصبح الموازنة تلقائيا موازنة طوارئ. ما جرى أن يعني وزير المالية في دولة الاحتلال المستوطن المتطرف سموتريتش يعني يحافظ على سياسات معينة بأن يبقي بعض الموازنات الخاصة بما يسمى بالهيئات المحلية وموازنة الوزارات لصالح هذه الوزارات، لكونه هو يعني يقوم بهذه الخطوات من أجل مصالح حزبية وفئوية داخل الاحتلال. وبالتالي كانت هناك مطالبات داخل دولة الاحتلال بضرورة تخصيص يعني هذه جزء من هذه الأموال لصالح الحرب. يعني أعتقد بأنه يعني حتى هذه اللحظة إسرائيل استدانت قرابة 7 إلى 8 مليارات دولار من البنوك، ولكن هي قادرة على يعني حتى نكون واقعيين على الإيفاء باحتياجاتها فيما يتعلق بالحرب الدائرة حاليا، والتوازن في بعض يعني النفقات الخاصة بهيئات المحلية أو النفقات الأحزاب أو الوزارات القائمة، لكن هذا يبقى محدودا إلى مدى تطور هذه الحرب ومدى استنزاف الموازنة الإسرائيلية. ولذلك رأينا رشا منذ يعني الأيام الأخيرة تحذيرات في إسرائيل بأن إذا طالت يعني أمد الحرب عن 3 أشهر هذا سيدخل يعني الاقتصاد الإسرائيلي في دائرة الخطر، ومن ضمنها الموازنة الحكومية. حتى هذه اللحظة يعني أعتقد بأنه الاحتلال يدير موازنته بشكل يعني يرضي مختلف الأطراف، وإن كان هناك يعني تحفظات على بعض القرارات الخاصة بوزارة المالية، ولكن نحن نتحدث عن دولة يعني للأسف الشديد يعني قوامها الاقتصادي قوي. نتحدث عن دولة موازنتها جدا عالية
دخلها ناتجها المحلي يصل إلى قرابة 400 مليار دولار في السنة. وبالتالي الموضوع الاقتصادي حتى هذه اللحظة يعني لا يلقي عبئا على القرار السياسي، بمعنى التوجهات السياسية القائمة على يعني حرب الإبادة والانتقام الفلسطيني والثأر تحت انه عناوين كثيرة، يعني يلقي بظلاله على الساحة الإسرائيلية بعيدا عن موضوع الخسائر. اعتقد موضوع الخسائر حتى هذه اللحظة وان كثرت وتعاظمت في مختلف القطاعات بما في ذلك الموازنة الحكومية، للأسف دولة الاحتلال قادرة على التعافي منها إذا ما تم يعني وقف الحرب خلال شهر إلى شهر ونصف، لكن بعد ذلك يعني لكل حادث حديث، وهذا الخلاف في دائرة مظلمة. يعني أيهم من فضلك، متى ممكن بالأول بحسبة سريعة خبراء ومحللون يعني ومراقبون للشأن الاقتصادي الإسرائيلي تحدثوا قالوا بأنه الناتج الإجمالي سنويا هو يقدر ب 500 مليار دولار، بينما عجز يعني يتوسع عجز الموازنة يصل إلى 23 مليار شيكل في شهر أكتوبر الماضي. بحسبة بسيطة هي مش مخسر، مقدور عليها، سهل كتير بالنسبة للناتج القومي أو السنوي. ولكن سؤال أيهم، متى بين الناتج المحلي وبين الموازنة الدولة؟ في كلا الحالتين نحن نتحدث عن موازنة الدولة يعني تصل إلى تقريبا 300-400 مليار شيكل، لا يعني هي تقريبا تشكل ربع الناتج المحلي. لكن في كلا الحالتين يا رشا حتى نكون قادرين على الفهم، بكل تأكيد القطاعات الإسرائيلية الآن تحت تتألم بكل أنواعها، المشغلين القطاع الخاص، القطاعات المختلفة، السياحة، البناء، الزراعة، التكنولوجيا، وهذا القطاع الحيوي المهم. وبالتالي إطالة الأمد الحرب يعني بشكل أو بآخر تدمير في قدرة الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يسير. إسرائيل كانت تروج بأنها تسير نحو اقتصاد الرفاهية، أسوة دول الخليج وغيرها، وكانت تستعد لدخول نادي العشرين يعني من أهم 20 دولة. لكن من الواضح أنه الحرب الحالية سوف تؤخر وتضر بهذا الحلم الإسرائيلي، ويعني لكن إطالة أمد الحرب أكثر من 3 أشهر حسب كل الخبراء والمعطيات هذا يعني خطر شديد على الاقتصاد الإسرائيلي. وبالتالي لابد من إعادة الحسابات وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار لإسرائيل المعايير الاقتصادية، وأن لا تقف فقط أمام يعني هذا التغول. يعني إذا يعني لا أريد أن أدخل كثيرا في السياسة، ولكن استمرار الحرب إلى أكثر من ذلك هو يخدم أهداف سياسية حزبية في إسرائيل يتعلق برغبة نتنياهو في الحفاظ على بين قوسين الكرسي حتى يعني يكون معافى من موضوع الحساب. ولكن بكل المؤشرات الحقيقية ستضغط باتجاه يعني أصحاب العقول، إن كان هناك عقول في إسرائيل، إلى وقف الحرب يعني شئنا ما بين بمدة لا تتعدى شهر من الآن. يعني بعد ذلك يعني إسرائيل ستذهب إلى حرب استنزاف، وكل الدول التي دخلت حرب استنزاف كانت هناك من اسمها استنزاف لموازناتها الاقتصادية، استنزاف لكل حياتها. وبالتالي يعني أعتقد بأنه ذوي رجال الأعمال وأصحاب النفوذ في إسرائيل في لحظة معينة سوف يرجحون العقل إلى إيجاد صيغة معينة لإيقاف آلة الدمار الحالية. نعم، بالتأكيد أيهم، لا سيما وأنه يعني أيضا الحديث عن الأهداف السياسية والاستراتيجية وتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية بعيدة المدى هو أيضا يعني ليس واضحا حتى الآن. فبالتالي بالتأكيد يعني الأمور ستتجه يعني إلى اتجاهات أخرى. أشكرك إلى هنا الزميل الصحفي أيهم أبو غوش الصحفي الاقتصادي، شكرا على المشاركة وعلى الإفادة أيهم.